كويس. احنا وصلنا ان احنا عرضنا الحاجة بس كان لسه فيها مشكلة. اعمل انسبكت وشوف المشكلة اللي في شكل العرض. عندنا 3 ايرورز. هل ريفيوزد لان بابليك اسيتس؟ بالظبط بابليك اسيتس طبعا دي غلط. احنا كنا عاملينها ساعتها لو فاكرين عشان كنا بنتست. لكن احنا قلنا ان احنا خلاص ثبتنا البابليك دي. لو رجعنا للاب جي اس فاحنا ثبتنا ان البابليك ده الرئيسي خلاص. هو فهم ان الحاجات بتاعتنا نوت في البابليك. فالمفترض لو رجعنا للهيدر كنا بننادي على بابليك صح؟ لا خلاص احنا هنخش على اسيتس على طول. هي مفهومه مش محتاجه مننا حاجه طبعا عشان البوت ستراب ما كانش شايفه فكل الديزاين ضارب اساسا. فكده خلاص هو ما يعرف ان احنا بننادي على ستاتيك على اي حاجات من دي هيعرف على طول ان شاء الله. بس نعمل ريفريش. مظبوط ادي الايه؟ ادي الاندكس بيج. ادي البرودكت مانجمنت برودكتس مانجمنت وادي الاندكس بيج كعنوان. ومفترض ادي اد برودكت لما بروح على سلاش اد بس ما مش شغاله. ليه؟ لان احنا ما ضفناهاش. فاحنا نروح نضيفها عادي بقى في الاب جي اس نفس الاسلوب بقى اللي احنا ضفنا بيه دي صح؟ يعني هاخد كده كوبي بس مش عايز اعمل كوبي سطر بسطر. خلينا نعرف لوحده ونشتغل لوحده. يعني مثلا ايه؟ اد برودكت بيج. اد برودكت بيج ماشي. ودي هتبقى شغاله دي على الروتس على اندكس تول. لا على مين؟ على احنا كنا عملناه جوه الروتس برودكت صح؟ اقول لا جوه برودكت. والبرودكت ده دلوقتي كده هيبقى في عندي حاجه كده وهقول له هتشتغل امتى؟ اقول له لما سلاش اد كده هشغل مين؟ هشغل فانكشن اسمها اد برودكت بيج دي اللي هعملها جوه مين؟ جوه البرودكت. طيب البرودكت ده بقى بالنسبه لي هيبقى برده بالظبط زي الاندكس بالظبط. هيبقى عندي موديول اكسبورت منه. هاخد كده كوبي واروح على البرودكت واعمل بيست واقول له انا عندي بقى ايه؟ اد برودكت بيج ودي هترندر الاندكس اي جي اس تقول لا هتنادي على الاد ايه في البارشل هتنادي على الاد اندر سكور برودكت تقول على الاد اندر سكور برودكت اي جي اس. التايتل هقول له بقى اد نيو برودكت ومثلا products management مثلا اسم البروجكت واسم الصفحه ده التايتل بتاعي. وخد بالكم من التايتل احنا مش شفناش هو بيطلع ولا هنشوفه دلوقتي احنا بنبعت الداتا ديت هتوصل ولا لا. وكذلك ممكن استخدم نفس الكلام في الاندكس بتاعي ان المين بيج برضو. طيب كده انا عملت الاندكس بقى موجود عندي وعملت البرودكتس بقى برضو موديول اكسبورتس وعملت اد برودكت بيج وخليته نال على اد برودكت. طيب اد برودكت ديت اي جي اس كنا عاملين فيها كوبي بيست بالظبط من الثانيه من المين بس كاتب اد برودكت بيج صح كده؟ كده كلام جميل. ايه اللي ناقص يا عادل؟ اد جي اس ونادينا هنا وكله تمام. تعالى ايه نرن اما سيفس طبعا هو عضو النود مون طبعا بيرستارت. هو قال انا مستنيك على البورد. قلت له ماشي. تعالى بقى نشغل اد. ادي ايه الاد برودكت بيج الله ينور. ارجع كده للرئيسيه ادي بقى ايه من غير اليو ار ال زي ما احنا شايفين بقى الاندكس بيج. بدوس على اد برودكت الزرار بقى بينقلني على مين؟ على على الصفحه دي. وعرفنا فكره ان هو جمع ازاي الهيدر مع البيجز وعرفنا فكره الاي جي اس اشتغل ازاي وده كان اهم حاجه موجوده في الفيديو ماشي. وكمان عرفنا حكايه البابليك ليه كانت مش شايفها فكان بيضرب مننا فده كله مهم. ومع ده برضو نلاحظ العنوان بتاعنا اد نيو برودكت برودكتس مانجمنت اب صح؟ لما برجع للمين بقى مين بيج وبرودكتس مانجمنت اب لان هو الفكره دي من اهم الافكار اللي لازم ناخد بالنا منها ان هو عمل ايه؟ اما تيجي بترن البيج وانت بترندر وانا في الريسبونس برندر اي جي اس فايل ببعت له كل اللي انا عايز ابعته له
ولما بعثوا داتا هو ما استغلهاش، وبعثوا تايتل وما استغلهوش، لا هو استغل التايتل، لان لما جه قوم الاد برودكت لقى فيه في البارشل هي بتقوم، لقى ايه؟ لقى ان هو كان عايز تايتل، فاما قوم الايه؟ ما قوم التايتل. عشان اثبت لك بس الحته دي، في الاد برودكت احنا ممكن بعد الاد برودكت بيج كده اهو، واقوم قايل لك طيب عرض لي الداتا. وسيفت كده، الداتا محذوفه من البرودكت، وكانت مبعوثه ايه الداتا؟ نو داتا اكزيست، صح؟ طب تعال نشوف بقى كده لما ايه نخش تاني على الاد، قال نو داتا ايه اكزيست، فكده بقت بحذف الداتا من هنا لهنا. وطبعا الداتا لما بتتحدث هنا بقى اقدر اجيب داتا بقى من الداتابيز، العب اغير هنا، اعمل زي ما نشوف ان شاء الله.